السلام عليكم. في فيديو اليوم راح نستعرض لكم ابرز الالعاب اللي راح تصدر في شهر ابريل. هالشهر ما راح يقدم لنا عدد كبير من الالعاب الا انه يملك مجموعه من الريميكات قد تكون الاهم هذا العام للكثيرين. في ريميك لعبه ريزيدنت ايفل 3 بتغامر في جيل فالنتاين وكارلوس اوليفيير مع تطويرات في نظام اللعب وتصاميم محسنه للشخصيات والاعداء اللي تناسب مع قدرات الجيل الحالي ورسومات محسنه ومبهره ومليانه تفاصيل للعالم اللعبه الموحش. اللعبة قادمة للحاسب الآلي والبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 في 3 أبريل. ريميك لعبة الـ RPG المنتظرة من سكوير إنكس والحلقة الأولى من لعبة فاينل فانتسي 7. هذا الريميك بيكون فيه تطوير شامل للرسومات ونظام اللعب وتقديم تصاميم جديدة للشخصيات ومؤثرات بصرية وسمعية متطورة، واللي بتخلينا نستمتع بالعودة للمناطق المحبوبة لنا في عالم اللعبة والمغامرة من جديد مع بطلنا كلاود. اللعبة قادمة في 10 من أبريل على البلاي ستيشن 4. Predator Hunting Grounds لعبة الأونلاين بفكرة مميزة بين اختيارك بتكون صياد أو ضحية. اللعبة فكرتها إذا كنت الضحية لازم تخلص مهمات حتى تجمع النقاط لرفع مستواك ورفع المهارات المختلفة، وتحاول تسوي أي شيء حتى تنجو وترجع سالم بدون ما يذبحك البريدتر. في نفس الوقت تقدر تلعب دور البريدتر وتختار الضحية المناسبة والتخفي حتى تجيك الفرصة والقضاء على خصمك باستخدام الأسلحة المتنوعة اللي عندك. اللعبة قادمة على البلاي ستيشن والحاسب الآلي في 24 من أبريل. Trials of Mana ريميك إضافي هذا الشهر مع لعبة الـ RPG بريميك اللعبة الأصلية اللي اسمها Saiken Densetsu 3 اللي صدرت في 1995. اللعبة بتكون برسومات محسنة وإضافة الأصوات للشخصية والموسيقى محسنة مع إضافات للقصة في تقديم نظام التطوير المحسن. اللعبة قادمة على PC والبلاي ستيشن 4 والسويتش في 24 أبريل. Moving Out لعبة تعاونية تدعم حتى 4 لاعبين في مهمات نقل الأثاث وأدوات مختلفة. اللعبة ظريفة ومليانة تحدي وفيها أفكار غريبة ومميزة. اللعبة قادمة للPC والبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والسويتش في 28 أبريل. هذه هي أبرز ألعاب شهر أبريل. شاركونا بالتعليقات لأكثر الألعاب المتحمسين لتجربتها هذا الشهر. كان معكم نواف النغموش ويعطيكم العافية على المتابعة. مع السلامة.